الجهل علة البلاء. نبه لي، الجهل هو علة البلاء. كأن القرآن الكريم يقول أن الإنسان ما طول في نطاق الجهل لا تتأمل منه أن يكون إنسان نموذجي. أنت ما تقدر تعتبر الإنسان إنسان ما لم يحصل على نصيب من العلم. إلى حق بالعلم مثل ما إلى حق بالماء والهواء. الإنسان اللي ما يحصل على علم يبقى يشعر بالنقص، لأن العلم في الواقع، العلم بالواقع هو الوسيلة التي يرتفع بها الإنسان عن باقي مخلوقات الله عز وجل. يقول الزمخشري: وكل فضيلة فيها ثناء وجدت العلم منها تيك أشنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يفنى. العلم الواقع كنز ليس يفنى. وقيمة المرء علم ما يعقل ما عنده من العلم، تتحدد مكانته بما يحمل من علم. العلم هو النور، العلم حياة الأمم. أنت ما تلقى أمة ماخذ مكانتها تحت سطح الشمس أو تحت ضوء الشمس إلا بالعلم. إذا الأمة ترى مو بعدد أفرادها، مو بالكم، لا بالكيف. إيش قد أكو بيها علماء؟ العلماء هم اللي يحددون مكانة الأمة وقيمة الأمة. ولذلك كان العلم من أحب الأشياء إلى الله عز وجل. العلم من أحب الأشياء، والعلماء من أقرب الناس إلى الله عز وجل، خصوصا إذا وصل بهم، انتهى بهم علمهم إلى الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.